في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام رفعت الراية، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع الجياد والأفراس في الشوط الثامن على كأس الأمن العام على مسافة 1800 متر، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. يبدأ الانطلاق السياسي في المركز الأول، مغنب في المركز الثاني، لهمود في المركز الثالث، الصدارة لسياسي في المركز الأول، مغنم ولهمود في المركزين الثاني والثالث، محاولات لنسيم الشرق للتقدم الآن المركز الرابع في الصدارة بطولين لسياسي في المركز الأول، مغنم ولهمود يلاحقان سياسي الآن للحاق بالمتصدر، سياسي لهمود ومغنم المركزين الثاني والثالث، محاولات يمول للتقدم الآن من الخارج فيما الصدارة، نتابع الآن لسياسي في المركز الأول، لهمود ومغنم ويمون يتنافسان الآن للحاق بالمركز الثاني، لهمود ويمون يتقدم الآن من الخارج الآن للتقدم في الصدارة لسياسي في المركز الأول، سياسي يمون يتقدم الآن للمركز الأول من الخارج، يمون يتقدم، محاولات لهمود ما بين كل من سياسي ويمون للتقدم الآن مع المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، تشهد مواجهة قوية، يمون يتصدر ولهمود يحاول، يمون في المركز الأول، في المركز الأول يمون، محاولات لأجيال للتقدم في هذه اللحظات، فيما يمون في الصدارة والمركز الأول، أجيال تنتزع الصدارة والمركز الأول لأجيال وشاني يحاول التقدم للمركز الثاني، إذا أجيال تحسم كأس الأمن العام للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ألف مبروك. إذا مشاهدينا متابعين